السلام عليكم. المواضيع اللي قريبا يعني الطفولة اللي كتكون يعني مؤنسا للأطفال والكبار اللي كتكون كيشوفوا الحياة ديالهم قريبة ليهم بحال مثلا يعني الطبيعة بصفة عامة، كاين الأزهار، كاين الفراشات، كاين بعض الانطباعات اللي عندها علاقة بالأطفال والألعاب اللي لعبناهم في الطفولة. كيف حيث تطور ديك الشيء الطبيعة بمستوى أكثر. كاينه واحد لا كومبوزيسيون يمكن تشوفوها كتعاود فيها الدائره وفيها شي حركه، اما الشجره والقمر ولا الشمس والبحر. هذا واحد لا كومبوزيسيون كيعجبني سليمان لوحة ديال سليمان سليمان السمية ديال كاملة الاسم ديال كاملة سليمان أقويز سليمان أقويز لوحة ديالو هي بحال هاد اللوحة لوحة ديالك لوحة شير لها هي مش المشاركة ديال سليمان أقويز لوحة ديال لوحة كلمة وريهم بيدك اللوحة ديالك. أنا عبرت على شغلها. عندك هاد اللوحة هادي؟ ها؟ عبرت على الأدوات ديال الراس.